بركة المونة حين كان أهلنا ينعمون بالخير من أرضهم المباركة، إنها تعنايل البقاعية. تقع تعنايل في قلب البقاع الأوسط، وتحديداً في قضاء زحله، البلدة الغنية بخيراتها وطيبة أهلها المضيافين، تحتفظ في قلبها بالكثير من الحنين إلى ماضي قرانا، بما عرفته من أنماط عيش تقوم على البساطة. ومن أمثال البساطة خان المقصود. اسمي جوني حايك، أنا بجمعية الكونسيال، مسؤول مركز اللي هي هيد اوف سنتر عن الإيكوتوريزم بتعنايل، اللي هن كل شيء ايفنتس بنعملهم باركونسيال، خان المقصود والضيعة النموذجية اللي هي الإيكولوجي. الفكرة بلشت بال 2006 لما اركونسيال طلعت بايديا انه ينموا السياحة البيئية اللي هي اسمها الإيكولوج، فتعمرت الضيعة من اساسها، هن البيوت الترابية يعني من الطين تعمرت كل الضيعة، والمهندسين اللي كانوا مشرفين على العمار كان في هدى أساطلة وكان في المهندس فضله داغر. خان المقصود هي كلمة الخان، هي عبارة عن كان قديما الموقع الرحالة هن وعم يسافروا من منطقة لمنطقة كانوا يجوا يرتاحوا فيه، فلأنه نحن عنا ضيعة وعنا المطعم منشان هيك سمينا خان المقصود، أنه اللي بتقصده العالم كله. الضيعة تعمرت على أساس نموذج الضيعة الكبيرة بس عملناها مصغر، يعني مثل ما كانوا يعمروا قديما سور بغطي الضيعة مع الباب مع البوابة الأساسية، بتلاقوا بين كل بيت وبيت في الدار، منشان هيك في تسميات تسمى هي من قديمة جاي، مثلا مثل الجار قبل الدار. ونحن قصد حطينا التوتة لأنه كانت حد كل بيت يتعمر التوتة لأنه بتشد التربة وبتمكن الأرض أكتر. ضيعة تعمرت كيف كانت البيوت المناخية، مثلا البقاع أو السهل البقاعي هو كان المناخ كان شتاء أكتر، فمشان هيك السطح بكون مسح. الإبب كانت تتعمر للبيوت اللي هي أكتر جبلية لأنه وقتها تتلج طبعا يعلق التلج فوق، بتنعمل مثل الأرميد يعني اللي هو حلق حديثا، بس قبل كانت تنعمل بسموها الإبب. عملنا ثلاث أسس أساسية، هن التراب، الشعير اللي ينخلطوا مع بعض بينعمل الطين، والكلس اللي هي بيجي من الصخر، يعني كل شيء من البيئة جاية. بتعرف العالم بس تفكر بمنامة برا أوتيل دغري بروح فكروا أنه رياحة وتخت، هون لا، نحن it's the experience، يعني نحن كان فينا نعمل البيوت الترابية نحط فيها تخت عادي أو شيء، بس لا، نحن حبينا أنه نحط فيها الفرشات اللي هن بيقولوها البدوين ستايل، يعني القعدات العربية، لنفرجي سابقا كيف كانت العالم تقعد بنفس الأوضة وبهالأوضة يرجعوا يناموا فيها، لأنه هيدا كانوا اللي بحاجة لإله، ما كانوا بحاجة لبيت كبير في مطبخ في أوضة صفرة أوضة قعدة كل هالأمور. أصلا صلني فترة طويلة مسافر برات لبنان، جربت كتير محلات كذا دولة، السيرفيس وين ما كانت كانت تختلف، بس لما جيت لهون جيت على ضيعة، نرجع لأصول الضيعة القديمة، نومي على الأرض، تكيات القش، المسند، تقعد تاكل على الأرض على الطبلية، في فرش بعد الصوف، المخدات، اللحف القديمة، ما في كابتون، ما في هالأمور كلها سوا، في ضيعة حياة كروية حلوة، تقوم الصبح على صياح الديك، في عندهم الأكل هوني ناتشرال، إذا عم نيجي نحكي الجبنة واللبنة والأكلات كلها الصبح تكون كلها ناتشرال، ما في شيء إشكال عليها، أفضل وبتحس حالك مبسوط، بتنام هون ساعتين أحسن ما تنام بأي مدينة بالعالم، تتأخر وبتقعد لك لو نمت 10 ساعات ما رح ترتاح، هون ساعتين بيكونوا مكفينك بالنوم، بتحس حالك عايش مرتاح، رجعت لحياتك الطبيعية، حياة جدودك. هلأ عرفنا الحقيقة إنه ليش جدودنا كانوا يعيشوا أكتر من عنا نحن من المدينة، لأنه كانوا بيأكلوا من الأرض، بيعيشوا حياتهم، بيناموا بوقت بكير. الهدف من الأغراض اللي نحن عارضينها هو أول شيء الضيعة، هي مش بس أنه ضيعة ليجي العالم يعمل experience، كمان ليشوفوا كيف كانوا يعيشوا قديما وشو الأغراض اللي كانت تستعمل، فهو كمان من المبدأ فينا نقول أنه شيء مثل متحف.
كيف كنا نجمعهم؟ يعني هي أكثر الأغراض كانت تنوجد بالأسواق، الأسواق القديمة بمعظمها كانت من سوريا وبارت منها بقلب لبنان. عيد منهم بس يتوفى الجد أو هيدا، بلاقوا أغراض قديمة كانت موجودة بعرضوها للبيع. فنحن كنا عنا أنه أشخاص معينة هن بيتصلوا فينا بيقولونا في هذا الغرض. هيدي الكوارة، كوارة القمح، عبارة عن القمح، بتخزن القمح بتحافظ ما بينتزه، لو ضل سنة سنتين ثلاثة بيضل مثل ما هو ما بيسوس. وهيدي موقت طبخ، كانوا بالقبل يطبخوا عليها قالي كل شيء كل شيء. هلا بيض الدجاجة أربعة خمسة بنهار حسب ما تطعميها بالذات بتعطي بيض. شو في أكل، شو في خضرة بنحط لهم من هون بالشتاء، أحلى ما نبرم من هونيك بالبرد والساعة والثلج من هون. المطبخ عندنا معمول من وراء فند اجا من جمعية اللي هي أمريكانية الأجنس فارس، تعمل مطبخ هاسبلي أبروفد، يعني كل سكشن لحالة مع برادة الخاص مع كل شيء. والفكرة منها كانت هي لنعمل توعية ونقدر نعمل تريننج للوومن امباورمنت بالمنطقة هون، يقدروا يعملوا، نقدر نعرفهم على الهايجين، على الفود سيفتي، إذا بدهم يعملوا مونة ببيتهم يقدروا يعملوا، إذا بدهم يفتحوا سمول بزنس يقدروا يفتحوا هيدا سمول بزنس. فنحن هيدا تريننج بنعمله ثيوريتيكال بالأول، بعدين بكون براكتيكال على فترة شهر. نحن بنيجي بالأساس بنكون عم نعمل تريننج دورة هون تحت إشراف أكيد التيم كلهم هون، الشيف كذا شيف اشتغل بتحضير الرقائق، جبنه سمبوسك، جبنه سمبوسك لحمه، انواع الكبك. اوقات بنساعدهم برا بتحضير طلبات للزبائن حسب ما يكون عندهم عجقه او ضغط. يعني واحد بس بده يرتاح وهيك ياكل او برواق وبدون ضجه وكذا، بده يجي على مطارح مثل هيدا المطرح. اطيب اكله فيه هو البطاطا الحره والفتوش والخبز، خبز الصاج كثير طيب. الصعوبات اللي بنواجهها اكثر شيء هون هي المينتنس، نقدر نحافظ على البيوت الترابيه. بتعرفوا من موسم لموسم وفي خشب وفي هيدا، فبنلاقي صعوبه شوي انه نضلنا محافظين عليهم البيوت الترابيه، بالاخص انه هو صار مثل من اجر الاواد، العالم تجي بتنام فايام شيء بينكسر، لانه هن فينا نقول اتس فراجايل ليتل بيت. فوقت يكون في اولاد يكون في هيدا ممكن ينزعوا شيء. الترابية بعد فيهم ينعيش فيها، ممكن تتعمر وهي سهلة وقليلة التكلفة.